السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح فرض من فروض المرحلة الثالثة الدورة الثانية للمستوى السادس مادة اللغة العربية. إذا هذا هو الفرض الأول في الدورة رقم 2. سبق لنا وحطينا لكم مجموعة من الفروض المصححة على قناتكم إسهام تربوي. ما تنساوش أنكم تمشي وتشتغلوا على الفروض، لأن تقريبا نفس الشيء كيبقى كيتكرر، وبالتالي إلى اشتغلتوا وماكسيموم هذوك الفروض اللي سنوضعوا على قناة إسهام تربوي، فكونوا أكيدين أنكم غتحصلوا على نقط جيدة. إذن نبدأ بقراءة النص. في أحد الأيام خرج سمير وعائلته في نزهة إلى حديقة عامة ليمضوا وقتا ممتعا وليتناولوا وجبة الغداء. وعند المساء رجع الجميع إلى البيت، ولكن للأسف تركوا جميع القاذورات وراءهم ولم ينظفوا المكان. وفي اليوم التالي قصدت عائلة رامي الحديقة نفسها لتستمتع بأجوائها. وبينما كان رامي يلعب تحت الأشجار صرخ بأعلى صوته: آه آه، دخلت زجاجة في قدمي. سمع والد رامي صراخه فأسرع إليه وسأله: ما بك يا رامي؟ رد رامي: قدمي تؤلمني وتنزف دما من قطعة الزجاج. فحمله المسرعين إلى أقرب مستشفى. هناك شاهد الطبيب حالة رامي وعلق: لابد أن ندرك جميعا أنه علينا المحافظة على بيئتنا لتبقى نظيفة وآمنة، وليكن شعارنا دائما معا لحماية البيئة. سؤال أول: أشكل ما تحته سطر في النص. هناك شاهد الطبيب حالة رامي وعلق: لابد أن ندرك جميعا أنه علينا المحافظة على بيئتنا لتبقى نظيفة وآمنة، وليكن شعارنا دائما معا لحماية البيئة. سؤال ثاني: أضع عنوانا مناسبا للنص. إذن بالنسبة للعنوان سوف نقوم بوضع لنحافظ على بيئتنا، أو نكتب كعنوان هذا الشعار: معا لحماية البيئة. ثالثا: أستخرج من النص أسباب إصابة رامي. إذا الأسباب واضحة، سبب إصابته هو النفايات التي تركتها عائلة سمير في الحديقة، مما تسبب ذلك بدخول زجاجة في قدمه. رابعا: أستخرج من النص مرادف النفايات نعرف النفايات من خلال قراءة النص مرادفها القاذورات. بالنسبة لنعرف مرادفها من خلال النص ندرك. سؤال موالي: أستخرج من النص ضد خاصة همسة. لأن بالنسبة لي خاصة من خلال قراءة النص ضدها عامة، همسة إذا يعني تكلم بصوت خافت، ضدها صرخ أي تكلم بصوت مرتفع. سؤال موالي: أملأ خطاطة شبكة الكلمة. إذا عندنا ممتعا يجب تحديد النوع ضد المرادف، ويجب أيضا وضعها في جملة. إذا بالنسبة لي ممتعا نوعها اسم، مرادفها مبهجا، ضدها
ممل، إذن يجب وضعه أيضا في جملة. قضينا وقتا ممتعا مع العائلة. أولا أكمل ما الجدول بما يناسب. إذن فيما يخص هنا الصرف والتحويل عندنا الفعل اسم الآلة وزنه. إذن عندنا الفعل فتح، يجب تحديد اسم الآلة مفتاح وزنه مفعال. إذن هنا عندنا فقط اسم الآلة مقود، الفعل هو قاد، الوزن وزن مقود مفعال. إذن هنا عندنا الفعل كنس، اسم الآلة مكنسة بالنسبة للوزن مفعلة. سؤال ثاني، أملأ الجدول بما يناسب. عندنا الفعل اسم التفضيل وزنه. عندنا هنا كثر، اسم التفضيل أكثر وزنه أفعال. هنا عندنا اسم التفضيل أعظمه، مطلوب الفعل والوزن. إذن بالنسبة لأعظمه الفعل عظم، الوزن وزن أعظم أفعال. هنا عندنا صغر، اسم التفضيل أصغر وزنه أفعال. سؤال موالي، دلنا أسم باسم التفضيل مناسب. الفهد الحيوانات، الفهد أسرع الحيوانات، العلم من الجهل، العلم أفضل من الجهل، الريشة من الحجر، لأن الريشة أخف من الحجر. ننتقل للسؤال الموالي، أركب جملة تتضمن اسم آلة واسم تفضيل على غرار المحفظة أثقل من المقلمة. إذن جملة على غرار هذه الجملة، السيارة أسرع من الباخرة. ننتقل الآن بالنسبة للتراكيب. سؤال الأول، أملأ الجدول بما يناسب. عندنا مجموعة من الجمل، يجب إعراب جمع المؤنث السالم. وصلت المعلمات باكرا، إذن هنا كما تلاحظون جمع مؤنث سالم هو المعلمات، الإعراب ديالها هو فاعل مرفوع بالضم. الممرضات منشغلات بإسعاف الجريح. إذن هنا عندنا بالنسبة لجمع مؤنث سالم عندنا الممرضات أيضا منشغلات. بالنسبة نبدأ بالممرضات، مبتدأ مرفوع بالضمة، وبالنسبة لمنشغلات خبر مرفوع بالضمة أيضا. المجتمعات الغنية اقتصادها قوي. إذن هنا عندنا المجتمعات بالنسبة للإعراب مبتدأ مرفوع بالضمة. ننتقل الآن للتمرين الثاني، أصل بسهم كل جملة بنوع التوكيد الذي تتضمنه. معلمنا نفسه شرح هذه المسألة. الساعة الساعة، ينتهي الامتحان، كلا كلا، لا تؤجل عمل اليوم للغد، سافر والدي كلاهما. إذن يجب تحديد هل عندنا توكيد معنوي أم توكيد لفظي. إذن أول حاجة خصكم تعرفوها أن التوكيد المعنوي دائما كتكون فيه جميع، عامة، كل، نفس، عين، كلتا، كلا، ودائما هادو كيكونوا مرتبطين بضمير كيعود على المؤكد. وبالنسبة للتوكيد اللفظي يعني كيكون تكرار اللفظ
بالنسبة لتكرار اللفظ، إما كيكون في الكلمة يعني يا إما في الحرف الفعل أو الاسم كيكون فيهم واحد التكرار، أو لا كيكون تكرار في الجملة، يعني الجملة تقدر تعاود. إذا هنا معلمنا نفسه شرح هذه المسألة. إذا هنا ما كاينش عندي التكرار لا ديال الكلمة لا ديال الحرف لا ديال الفعل أو الاسم، وبالتالي فهنا راه ما عندناش توكيد اللي هو لفظي، وانما عندنا توكيد اللي هو معنوي. الساعه الساعه ينتهي الامتحان، اذا هنا عندي التكرار ديال الساعه وبالتالي فهو توكيد لفظي. كلا كلا لا تؤجل عمل اليوم للغد، اذا توكيد لفظي ان التكرار ديال كلا. سافر والدي كلاهما، هنا ما عنديش التكرار ديال الكلمة أو الجملة وبالتالي فهو توكيد معنوي. سؤال ثالث، أحول جملة إلى جمع المؤنث السالم، طفلة جميلة ملتفة بعباءة بالية. إذا هنا طفلات جميلات ملتفات بعباءات باليات. رابعا، أركب جملتين تتضمن الأولى توكيدا معنويا والثانية توكيدا لفظيا. إذا بالنسبة للتوكيد المعنوي، تخبرنا الدراسات جميعها بالنسبة للتوكيد اللفظي، حضر الأستاذ الأستاذ. ننتقل الآن للإملاء. أولا، أملأ الجدول بأسماء الإشارة المناسبة حسب المطلوب. إذا عندنا هنا المفرد المذكر، المفرد المؤنث، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، وهنا عندنا الجمع. إذا بالنسبة للمفرد المذكر، هذا المفرد المؤنث، هذه المثنى المذكر، هذان المثنى المؤنث، هاتان. بالنسبة للجمع، هؤلاء. سؤال ثاني، أملأ الجدول بالاسم الموصول المناسب حسب المطلوب. إذن هنا عندنا المفرد المذكر الذي، المفرد المؤنث التي، المثنى المذكر. إذن كنقول هنا يا سواء الذين، أو لا كنقول اللذان. بالنسبة للمثنى المؤنث، اللتان أو لسنقول اللتين. بالنسبة لجمع الذكور، الذين. وبالنسبة لجمع الإناث سنقول هنا سواء اللواتي أو لا اللائي أو اللاتي. ثالثا، أعيد كتابة الكلمات الخاطئة بشكل سليم. هنا عندنا كذلك، إذا هنا ما كتكونش في هذه الألف الممدودة، كنكتبوها على الشكل هذا. لكن أيضا نفس الشيء، طاووس، اذا فقط طاووس. عنما، اذا هنا باش يكون نطق سليم تنقولوا عما. فيما فيما، من ما مما. اذا بالنسبه للرابع، انا اكتب ما يملى عليه. اذا هذاك الشيء اللي غيملي عليكم الاستاذ غادي تكتبوه في هاد لابارتي هذه. ننتقل الان للتعبير والانشاء. إذا أنتج حكاية واقعية أحسن فيها عناصر الحكاية وبنية السرد وترتيب الأحداث، موظفا معجما تاما دون أخطاء لغوية، مستعملا علامة ترقيم، مراعيا ما درسته في مكون التعبير الكتابي، ودرس كتابة قصة واقعية. إذا هنا غادي نكتبوا قصة واقعية، بطبيعة الحال غادي تحترموا هذاك الشيء اللي قريتو في الدرس. إذا غادي نبداو القصة ديالنا. مثلا غادي نكتبوا كعنوان حفل زفاف.
حفل زفاف. اليوم يحتفل أهل قريتنا بعرس ابنة جيراننا فاطمة. في البداية تعاون رجال القرية على بناء خيمة كبيرة، وقاموا بتأثيثها بالزراب والكراسي وفي باب الخيمة وقفت الأم والأب يستقبلان المدعوين. تهاني الوافدين وهداياهم. انطلقت الاحتفالات في جو بهيج في الوقت الذي وصل العروسان ودخلا الخيمة وانطلقت زغاريد النساء. إذن بالتالي كنكونوا قد انتهينا من تصحيح فرض اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي الفرض الأول في الدورة الثانية. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.